بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. قضية سيدنا الإمام المهدي قضية يعني أنا شخصيا بسمع عنها وبقرأ فيها من مدة طويلة، من سنين يعني. ويمكن المدعين الواحد تعرض ليهم وسمع عنهم من زمان قوي، لكن في الفترة اللي فاتت دي فوجئت إن في أحد السادة المتابعين بعت لي فيديو عن شخص اسمه حسين القحطاني. فأنا فتحت الفيديو ودخلت لقيت إن الفيديو عبارة عن تعريف بهذا الشخص بأنه وزير الإمام وأنه من أصول عراقية وأن هو مستقر في مدينة قم الإيرانية وأن هو رجل له باع عظيم جدا علميا في أمور الفيزياء والكيمياء والفضاء والتكنولوجيا وطبعا والقرآن الكريم والسنة إلى آخره يعني. يعني الفيديو اداني انطباع، طب الراجل ده فين يعني؟ ما الراجل ده طالما هو بهذه المواصفات العظيمه جدا، طب ما يخرج يعني، يتفضل يقدم نفسه، او على الاقل كانت ايران اللي هو قاعد عندها كانت سافرت منه مثلا. لغايه لما فوجئت ان فريق السوشيال ميديا عندنا مشكور بيبلغوني ان في شخص في العراق عامل قناة وبيروج لهذا الإنسان، وإنه شغله الشاغل الفترة الأخيرة إنه يتناول ما نقوله عن حضرة سيدنا الإمام ويكذبه أو يخطئه أو يشكك فيه، أو يعني من الآخر إحنا ما بنقولش حاجة صح وكل كلامنا غلط. فلما بدأت أشوف بيقول إيه وبدأت يعني أسمع هو بيقول إيه، لقيت هو راجل برضه ماشي بنفس الأسلوب بتاع القص والتدليس وما الى ذلك. لكن اللي صدمني ان انا فوجئت ان هو لما فتحت الموضوع مع الدكتور محمد هاتفيا اثناء فتره الاجازه، فالدكتور فاجئني بان هو ان حسين القحطاني ده اصلا مقتول. يعني مش فاهم انت بتروج لواحد مقتول ليه يعني؟ يعني عايز تدخل في دماغ الناس ايه؟ ويمكن هي دي النقطه اللي انا دايما بتكلم فيها مع اخواتنا الشيعه بالذات، لا تفرطوا في امر الرجعه. يعني ايه؟ انا القرآن الكريم بيتكلم عن الرجعة، والرجعة ممكن يكون فيها نصوص وممكن يكون في شخصية ما هترجع، الله تعالى اعلى واعلم. انا لا اجزم بآه ولا اجزم بلا، لكن انا ساعات بلاقي من اخواتنا الشيعة بقى افراط في الرجعة، يعني لدرجة ان هم بيرجعوا سيدنا النبي كمان. طب ما هو ده اللي فتح الباب لناس زي دول عشان يبتدوا يعملوا قصص ما انزل الله بها من سلطان. لا في نص بيقول ان في وزير للامام هيقتل ويعود، يعني من ده مش موجود اصلا، ومفيش نص واحد بيقول ان في وزير للامام هيظهر قبل الامام يقول هو ده الامام، مفيش نص واحد بيتكلم اصلا عن الشخصيه الوهميه اللي هو بيتكلم عنها دي، اللي هي كل علاقته بيها ان هو بيحاول يروج لفكره ما يضلل بيها الناس فعلا عن سيدنا الامام او عن قضيه المهدي، ان الناس تبعد عن القضيه دي تماما وتنصرف عنها بسبب كثره البلبله حوالين منها. فاحنا النهارده ان شاء الله مع دكتور محمد هنرد على هذا الافاق اللي هو اصلا سارق من كتاب المفاجاه، ويته سارق ده مدخل الدنيا ببعضيها، السلوك ده عنده خالص يعني، بالذات في رائحته كرائحه الثوم دي. يعني اصبر بس عليا عشان انا سمعت انك كلام ملوش دعوه خالص بسيدنا الامام. فاحنا الحمد لله يعني محضرين اهم النقط اللي هو استعرضها في حلقاته اللي فاتت دي، وهنناقشها نقطه نقطه مع الدكتور، ودكتور محمد هيرد عليها وهيفاجئنا ببعض الامور يعني. بس في البدايه مرحبا دكتور محمد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، بنحمد ربنا على البلايا اللي ابتليت بها الامه. نعم. من مناكيد، مخابيل، عملاء، سماسرة أغلبهم خادم لأجهزة دولية. نعم. للتشويش على حضرة سيدنا الإمام المهدي. ولكن الإنسان بيأسى ليه الوقاحة بقى، إما في إنكار سيدنا الإمام المهدي وإما في التزوير على سيدنا الإمام المهدي. نعم. على كل حال نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد، يا حبيب الله، يا نبي الله، كم حوربت وما زلت تحارب أنت وأهل بيتك حتى من أدعياء التشيع ومن أدعياء التسنن.
وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل باغ وكل أثيم وكل أفاك وكل مدلس وكل جحود للحق. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد يا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والله مسألة الأخ اللي اسمه حيدر الجيزاني، أول حاجة اختار فيه الاسم، نعم، لأن حيدر ده كنية الإمام علي، نعم، ولكن يعني ما عندنا مدلسين كثر بيتسموا بأسامي آل البيت زي نعم. الملعون نفسه اللي هو أستاذه اللي اسمه حيدر، مش اسمه الحقيقي حيدر مشتت أو حيدر مشتت، نعم، وشتته الله فعلا. ما هو غير اسمه وسمى نفسه أبو عبد الله الحسين القحطاني، نعم. بدأ أنا الولد ده اللي اسمه حيدر الجيزاني يعني شكلا وموضوعا طبعا نصاب دجال محترف دجل، لكن الخطير بقى التدليس على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد التدليس على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، التدليس على الإمام علي ثم على أئمة آل البيت أجمعين، لم يترك أحد منهم إلا زور في المعاني، وحنأتي بالأدلة. اللي بعد هذا بقى التهجم علينا بلا داعي يعني، نعم. والأخطر أن يكون سارق من أفكارنا ومن كتبنا ويتعرض لنا. أولا القصة مش قصة اللي هو بيقوله، قصة الشتائم اللي كان كمان عمال يقولها، نعم. يعني كم من الشتائم والسفه يدل على تربيته وعلى أصله الذي خرج منه، نعم. احنا لم نتعرض له ولن أتعرض لشخصه بالمطلق إلا في الحدود العلمية، نعم. أول حاجة يهمني حضرتك تقرأ التقرير ده على الناس بالراحة كده، وأنا معك ولو ساعتين مقابل نفضح، نعم، هذا الأفعى الأفعواني هو وشوية الأغيلمة، وهنتكلم في الفكر بتاعه، بس نعم. قول للناس الحقيقة. التقرير بعنوان الكذاب الأشر. أحد الدجالين المعروفين بالكذب والافتراء، فهو شخص لا دين له ولا أخلاق ولا ورع ولا مروءة، دينه النفاق ولا عهد له بالأمانة. اسمه حيدر مشتت جاسب المنشداوي من أهالي العمارة. 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 حتى الاسم يعني تشوف الأصل التسمية حيدر، نعم، وجاسب. نعم. بغض النظر عن المنشداوي في أسرة كده. أصول الاسم نفسها أرجو الأحباء في العراق يبحثوا فيه، نعم، يبحثوا عن الأصل عشان أوريك كيف تم اختراق الحوزة الشيعية أيضا، نعم نعم. فقد تخلى عن اسم حيدر مشتت وانتحل لنفسه اسم السيد أبو عبد الله الحسين القحطاني، وجمع لنفسه بعض الأتباع. كان حيدر المشتت أحد أتباع دجال البصرة وأحد المقربين منه، هو طبعا يقصد دجال البصرة أحمد الحسن. أحمد الحسن، ما هو مهم في كل فقرة هنقف نوضح، نعم، للناس ونجيب باقي التقارير إن شاء الله. وأحد المقربين منه، حيث أظهر الإمام بدعوة دجال البصرة برهة من الزمن، وكان ينشط في التبليغ لها، تشهد على ذلك البيانات التي كان يوقعها باسمه ولقاءاته. حيدر مشتت قابل بعض العلماء عندما كان يمارس التبليغ لدعوة الدجال أحمد إسماعيل قاطع، فقد التقى بالعلامة الشيخ علي القراني، تمام، العاملي، تمام. فعندما قلت حيلته وضعفت حجته خرج بائسا هو ومن معه. خرج حيدر مشتت ومعه في إيران بعد فشله بمظاهرة في إيران، واعتقل على أثره برهة من الزمن، ليعود حاملا معه رسائل أنه الإمكان لكم في عالم التشيع، أنه لا مكان لكم في عالم التشيع. ثواني قبل ما نمضي عشان نوضح للناس، نعم، المسألة دي. هو خلاص في العراق أفلس، نعم، حضرتك، فلجأ لإيران. آه. شوف الفكرة اللي هي بتدل على نوع في جهة ما لقنتها له، نعم، لأنه أشاع بين أتباعه أن احنا هنروح لإيران وهتحتضن فكرته، وحياتي من ايران غازيا، نعم، للعراق، نعم، مش كده وبس، وان كل المراجع دي هيقتلوا هيذبحوا، خباك من، نعم، الفكر وحضرتك، نعم، ده اللي هو الوزير بتاع الامام المهدي. يعني حظه التعيس ان السلطات الايرانيه قبضت عليه، نعم، وقبضوا على
مجموعة كبيرة حواليه، ولكن أغلب نسائهم يلاحق هم بيذكروا في مذكراتهم كانوا يقتاتون من المزابل في إيران، مش لاقيين حد يأكلهم ولا يشربهم. السلطات الإيرانية لم تفرج عنه إلا بكفالة أعتقد كانت حوالي 20 مليون دينار إيراني. لم يوجد من يدفعها من مجموعته. فأخيرا كفله أحد الناس من إيران وأقسم له بأبي الفضل العباس سلام الله على حضرته، اللي هو ابن سيدنا الإمام علي. طبعا له كل التحية، الناس حتى السنة بكل أسف ما بيجيبوش سيرته، يعني إنما ده بطل عملاق، يعني بطل عملاق. يعني حتى سيدنا الإمام علي يعني بعد السيدة الزهراء وبعد السيدة أمامة، لا يعني لما فكر، لأنه عشان اللي بينكروا إن هو كان معه شرائح من الغيوب، كان يعلم اللي هيحدث على سيدنا الحسن الحسين. فطلب من أخوه عقيل أن يستنجب له امرأة عظيمة من قبيلة عظيمة. فاستنجب له السيدة فاطمة أيضا كان اسمها، ولكن كانت تستحي إن هي تقول اسمي فاطمة، فأطلقت على نفسها أم البنين، وأنجبت فعلا هذا الفتى الذي قال فيه الإمام علي سيكون عون أخيه الحسين. يعني الحسن والحسين طبعا، واستشهد في كربلاء بعد ما اتقطعت ايده وبيجيب الماء للعطاشة من آل البيت اللي كثير من السلفية بيتهجموا عليهم ويخفوا هذه القصص الموثقة في كتب السنة قبل الشيعة. فالأفندي النصاب الدجال عميل الموساد ده حضرتك أطلق بهذه الكفالة. لما عاد للعراق أكل المال. يعني الله أعلم بقى الصادقون من إيران، أعتقد في ناس من إيران بتتابعنا، يعني في ناس لأن في وسطيين في كل مكان، وده اللي احنا بنقوله. نحن يا جماعة احنا مسلمين كلنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وزي ما بنخاطب المسيحي برفق، اليهودي المسلم برفق، الهندوس المسلم برفق، البوذي المسلم برفق، فأولى أن نخاطب أخينا اللي على التشيع برفق أيضا. وإلا نبقى احنا بعيدين عن النهج المحمدي. هي إضاءات على الطريق عشان احنا مش هدفنا اللي هو الثأر الشخصي، ما عنديش المسألة دي، لكن انت فعلا مجرم مدلس أفاق، تاجر بدين الله سبحانه وتعالى، خارج عن الإسلام الحقيقي. وهنقول الفتوى اللي اتقالت فيكم ايه. فالأخ الملعون ده حضرتك رجع زي ما بنقولها بالمصرية قفاه يقمر عليه الخبز. من كثرة اللهيب على الضرب على القفا. اللي هو السيد الوزير بتاع الإمام المهدي. أكمل سيادتك التقرير. ثم لما لبث أن تمرد على صاحبه الدجال فادعى أنه دجال اليمين. أحمد الحسن. بعد أن تخلى عن اسم حيدر مشتت وانتحل لنفسه اسم السيد أبو عبد الله الحسين القحطاني وجمع لنفسه بعض الأتباع. نقف بقى هنا. تغيير الاسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الملعون اللي اسمه حيدر ده الجيزاني ده يقول لك ايه ده محمد عيسى، ده ما بيقولش النصوص، هو بيقول اتحداك ادعوك زي ما دعينا قندش الملعون النصاب تأتي القاهرة وانت مسالم، نتعهد لك امام امة لا اله الا الله محمد رسول الله بحوار تلفازي نستعرض فيه من احفظنا للسنن والقرآن العظيم. الولد ده ما بيقولش آية. ما بيقولش آية. أنا تابعته حلقتين ثلاثة طلبتها من البعض، القرآن مستبعد، ما فيش قرآن عنده. حضرتك وروايات فقط عن آل البيت، وفي روايات متناقضة عن آل البيت مش عارف يحلها. فيحلها ازاي بعبقرية النصاب ده اللي هنستعرضها علميا. فأنا بتحداك لو أنت رجل أؤمنك أمام كل الكرة الأرضية تأتي لحوار تلفازي على تلفاز مصر الرسمي، هو مش مصر منبر آل البيت، مصر مش منبر الإمام المهدي، هو حضرة سيدنا الإمام علي ما قالش لأبنين بمصر منبرا بلام التوكيد اللي انت مش عارف دي بتعمل ايه أصلا، فأولى انك تأتي بقى، وانا بأمنك بأشهد الله أمام الكرة الأرضية إلى أعلى مستوى فيك يا مصر، وحوار نري العالم كل علمك وحدود علمك ونري العالم حدود حفظك. ده الأفندي اللي مش حافظ أي نص غير استبعاده القرآن، حاطط اللابتوب وعمال يسمع ويخرف بقى التخريف اللي هنعرض إليه حالا. بس المهم بس ما يهربش من الدعوة دي، ما هو غيره. ما زي غيره.
وفي سنة 2006 كتب أوراقا في صحيفته القائل: نقف بقى هنا، نعم انه لما فشل في ايران وفشل في العراق بدأ لما انتحل هذا الاسم، ولازم نقف عشان اوري له النصوص، ان لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من انتسب الى غير ابيه. هل تعرف هذا النص؟ هل سمعت عن هذا الحديث؟ يعني ده الراجل اللي انتحله كده انتحالك، يعني ساب اسمه واسم ابوه وساب نعم. عائلته وساب قبيلته لغايه كله وراح كده عامل له ايه؟ صف جديد. نعم. هل سمعت عن هذا الحديث عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا أئمة آل البيت لم يذكروه، لم يلعنوا مثل هذا الفاعل. طيب يعمل ايه الافندي الاول اللي كان بيموله؟ حتى يعني احباء من العراق يقولوا لي ان الولد ده درس في الحوزة فترة، نعم، وما اتمش 6 اشهر، ما اتمش 6 اشهر. البعض نعم. يقول لك لا ده قعد سنة واتنين. النصاب الدجال ده بيقول لك لا ده درس في الحوزة وكان 200 عمامة تسمعه. كل اهل العراق بينفوا هذا الكلام، نعم، يقول لك لم يدرس في الحوزة. وحضرتك انا اديتك فيديو، ده جه استخباراتيا عن كلمة للنصاب الدجال اللي هو بيتعبد له ده. شوف كده، هو حروف الجر تايهة، ما فيش حرف جر ماشي، حضرتك بيجر كلمة. يعني هل ده عالم بقى عشان يفسر القرآن؟ لا. وإيه 40 كتاب في 6 أشهر؟ ما شاء الله. إذا مين اللي مديلك الكتب دي؟ حضرتك ده مش هو نايم، ده احنا نحسبها حضرتك بالساعات، نحسب ال6 أشهر بالساعات ونقسم بعدد الأوراق، تمام؟ أنا بس بوعي شعبنا العراقي الحبيب واللي هو أصل من أصولنا وأحبائنا وأهالينا، وبوعي كل الأمة الإسلامية، ويعلم الله، أقسم بالله، ولا ثأر ولا أصلا كنت معني بيه، ولكن لما لقيته مصر على التدليس لا نقف. ثم بعدما طلبت المعلومات الدقيقة استخباراتيا علشان تهجمه على أجهزة المخابرات، لأجهزة علمية معلوماتية، فبحك نوري له بتعمل في اللي امثاله ايه، عشان كده بيهاجمها. لا هو دكتور، هو ايه، هو ركب الموجه بتاع، اصل انا يعني بحب افتح المواضيع يعني. هو ركب الموجه بتاعت ان جهاز المخابرات المصري بيحضر مهدي، بس بالاخر عشان صح ما فيش كلام. لخص. الجهاز المصري من اطهر الاجهزه يا اخي. لما انحرف في عهد عبد الناصر وجا السادات عمل الاصلاح وتطهير الجهاز، السادات بنفسه محمد انور السادات، واستدعى الفريق محمد حسن التهامي، ولدرجه قلت حتى الساده في الاجهزه عندنا يراجعوا هيلاقوا ان من مايو 72 لغايه 73، ولما جاب السيد امين هويدي واخد بال حضرتك، كان رئيس جهاز المخابرات العامه المصريه هو الرئيس محمد انور السادات والفريق محمد حسن التهامي. خبر السادات حتى وقتها لما الملف بتاع الثعلب اللي هو الاستاذ نور الشريف عمله، او نور كان صديقي يعني، نعم، وابتلي كثيرا على فكره. تلاحظ حضرتك في خطا واحد فني، ان لما جاء السيد عبد الله غيث اللي هو مثل دور انور السادات، وهو جالس بقى مع يا اولادي انا عايز كرسي، كرسي معاهم وهو بيدبروا ايه لمصر. الخطا الفني حضرتك ان كان لازم يتحط الكرسي الثاني، الفريق محمد حسن التوامي كان حاضر الجلسه دي، نعم، وعارف اسرارها. فإذا أصلح هذا الجهاز وأصبح عمله هو حرب الجواسيس ومتابعة كل صغيرة معلوماتية. نعم. فده إنسان جاهل، ولأنه أفاق وعميل، وطبعا بيتاجر بالشعب العراقي وبيتاجر حتى بالتشيع، فبنوري لك الأجهزة دي تعمل فيك إيه. نعم. وهو ده اللي قاله وقال غيره. طبعا طبعا. نعم. طبعا. نعم. وفي 2006 كتب أوراقا في صحيفته القائم ردها عليه ناظم العقيلي في كتاب سامري عصر الظهور. راح بقى عامل عشان يروج لنفسه صحيفه وسماها القائم. نعم. اللي هي التجهيز ان هيسمي نفسه اليماني والقائم والوزير اللي هو الصفه دي. ويبقى المهدي بعد كده. ما هي لو عاش شويه يتطور. هي لو عاش شويه. نعم. لولا الله قتله، واخد حضرتك، لانه انتسب الى غير والديه فلعن، وايضا ثارت العملاء والجواسيس مع بعض. نعم. من الذي مول صحيفة القائم؟ المعلومة اللي عندي الدقيقة من أهل العراق إن الولد أحمد الحسن كان أصلا في الأمن بتاع صدام. نعم. وكان ممول. وأيضا كانت بتساهم في التمويل الـ MI6 البريطانية اللي بتمول الواد قندش والواد الملعون اللي مستخبي هنا برضه. نعم.
يعني الهيصة كلها هيصة هدم للأمة، هدم لفكرة الإمام المهدي بإخراج ناس مسوخ يعني شكلا وموضوعا. حتى حيدر ده الجيزاني نفسه، يعني يا أخي يعني أستغفر الله العظيم، مش عايز أتكلم مسوخ، نعم أشكالهم نفسها مسوخ، يعني غضب الله نازل عليهم واضح جدا. فمن الذي مول هذه الصحبة؟ هو راجع مديون وسارق الراجل الإيراني، أكيد اقرأ حضرتك، جهاز بيموله. ما فيش كلام. نعم فبس عشان نبقى واقفين مع الأمور خطوة خطوة نعم للناس. نعم طب هو دكتور برضه في حاجة ملاحظها أنا، يعني أحمد الحسن كان في الحرس بتاع صدام، يعني ذو خلفية عسكرية. قندش نفس القصة، إيه طبعا. هما ليه بيستخدموا أصحاب الخلفية العسكرية يعني؟ طبعا هو أول حاجة بيكون ممرن، يعني اتمرن مع أجهزة، نعم خد خبرة سواء في النواحي العسكرية، في النواحي الفنية، في النواحي الاستخباراتية نوعا ما، واخد حاجة حسب الإدارة اللي كان فيها، نعم يعني عنده رؤية. أيضا يستطيع إن هو يلم أتباع من أكبر قوة في كل بلد. وأنا النهاردة لما أكون أنا جوه مثلا المؤسسة العسكرية وأجي أعمل لي تنظيم داخلي، طب ما أنا نعم كده اخترقت المؤسسة العظمى دي. نعم نعم فده وضع طبيعي من كل النواحي، هم كسبانين يعني. طيب وهل برضو ده نقدر نقول ان هو تلاعب بالنبوءات، بحيث ان في بعض النبوءات بتشير ان يعني في بعض من رجال اخر الزمان ليهم علاقه بالجيوش؟ طبعا. نعم طبعا. وانت هو حضرتك اللي بيدير الملفات دي اصلا مجموعة من المستشرقين اللي هم الافذاذ، نعم بيتصرف عليهم حضرتك ملايين مملينة، زائد حياة في قمة الرفاهية، بحيث يكون عقله كله مفرغ بعد نعم ما أتقن اللغة العربية، بعد لما أتقن الدراسات الإسلامية، ثم تخصص في النواحي المذهبية والطائفية، ويبدأ يضع السيناريوهات، أنا ههدم الفكر ده إزاي. وده اللي احنا عارفينه ودرسناه حتى للأمن القومي المصري، نعم إن إزاي بيتم اختراق الأجهزة والمؤسسات عن طريق ناس دارسة. ولكن سبحان الله، لأن الله سبحانه وتعالى حارس دينه، دائما يقيد أتباع في منتهى الغباء. نعم وعادة العميل حضرتك الخائن لازم مهما أوتي من ذكاء تجد كم من الغباء وغضب الله سبحانه وتعالى وعدم التوفيق فيفضح، نعم وده اللي حاصل. نعم وكان جهل مشتت في قد قاده بعد مدة يسيرة من كتابة وريقاته إلى مباهلة أحمد إسماعيل قاطع دجال البصرة، وتم كتابة هذه المباهلة في جريدته. هو ينفع المباهلة تتكتب يا دكتور؟ هم عندهم اي حاجه. آه ما ناصر اليماني مش قال قال لك لك إلكتروني. ناصر قندش يماني مين؟ نعم ده ملعون دسيسه اصلا، وهو نفسه معترف ان اجداده هو ما يعرفش منين. نعم خبره حضرتك يا غجر، يعني اللي هم الجواله اللي ما لهمش اوطان، عاملين زي اليهود القدامى، نعم رحل من هنا لهنا، ويعيشوا بقى على التنجيم والعرافه والكهنه والسحر ثم النصب على الناس يعني. نعم واعتقد الواد الجيزاني نفس الطائفه نعم دي، نفس القبيلة. نفس طائفه الغجر أما يعني. دعوة حيدر مشتت تدعو إلى عدم رجوع الأمة إلى المجتهدين، لأنهم يدعون أنهم أمام أنهم إما إمام أو ابن إمام أو وصي إمام. ما هو عايز بقى ان الامامه والمرجعيه تكون هو فقط، بس خلي اقف مع الخلاف اللي حصل بينهم. أو وكيل إمام أو وزير إمام أو نبي أو الإله تجسده تجسد فيه، فيه. والعياذ بالله. ما هو في مراجع زي ما عندنا شيوخ في السنه نفس القصه، ان نعم هو بيصل ان هو ماسك مفاتيح الجنه والنار نعم فحضرتك، ويبدا ينصب على الناس ويبدا يشتغل على الناس وهكذا. موجود ده وموجود ده. الخلاف بقى اللي حصل بينه وبين قاطع دي اللي لازم نقف فيها. نعم وحك ان اذا اصبح في تنافس على توزيع المناصب الإمامة. زي شويه الملاعين اللي هنا واللي نعم وكلهم زي ما بقول لسيادتك، يعني من غباوتهم هتلاقي مثلا ايه الملعون البورص بتاع السويس يطلع تقول لك هذا ده طبعا يتسجن فيها، بس انا سايبه لحظته. نفس العباره يطلع الواد الداعيه اللي كان نفس العباره، نعم الواد الافاق بتاع اللي عامل مرصد بتل الحج في شهر جماده، وخد حضرتك التاني اللي هناك، هتلاقي هي العبارات واحده، الغل، الحقد، الحسد، الغيظ المكظوم، لا اللي هو وكل مكان في الكتب. والله العظيم سيادتك تقدر تحمر بطاطس على قلوبهم. نعم خد حضرتك يعني غليان لسبب بسيط، ان احنا ما عملناش حاجه، احنا فضحناكم مش اكثر، نعم فضحنا عمالتكم ونجاستكم. ويوم في المهدي، ويوم بقى ما فيش المهدي، لما اثبتنا ان في المهدي ما فيش نعم بقى نعم المهدي واخد حضرتك. فالدجل على الامه الان هو شغل المسيح الدجال، وهم دول اتباعه نعم رقم واحد. نعم
هو الدجال حضرتك هيشتغل على ايه؟ على تزييف الوعي. نعم رقم واحد تزييف الوعي، غزو العقول والافكار، وده اللي كتبناه في كتاب احذره. شوف كلمه احذره، يعني كان عبقري صاحب دار المختار لما اول طبعه منزلها بالخط الاحمر، يعني انذار، خلي بالكم يا امه، والان بتشوفوا النتيجه. نعم. قتل حيدر مشتت في بغداد، لكن اصحابه اليوم يتبنون حركته ويدعون. نقف بقى مع قتل في بغداد، لان هبقى ادي لك وثيقه ثانيه تجيب لك مقتله. نعم اتفضل كمل للناس. لكن اصحابه اليوم يتبنون حركته بدعوى ويدعون دعوى اكبر من الجنون على انه سوف يعود من الموت. طبعا قبل الموت كان القحطاني يدعي انه اليماني، وبعدها القائم. كانت جريدته تصدر باسم القائم، لكن نتفاجأ اليوم بعد موت القحطاني يقولون انه وزير الامام. فهل اصبح القائم وزيرا لنفسه ام ماذا؟ هذه امور لا يمكن لعاقل ان يصدقها. اما هؤلاء الذين يسمون انفسهم تلامذته فهم مجموعه صغيره من الجهله، لم يجدوا بعد هلاك طاغيتهم وانفضاض من كان معهم على ضلالتهم سوى ان يتنازعوا فيما بينهم، اذ من البديهي ان هلاكه اثبت سخف قضيتهم. فاليماني يقاتل السفياني وله دور طويل وعريض، وها هو مشتتهم يهلك دون ان يفعل شيئا. ثواني هنقف هنا. نعم. عشان نربط الكلام ويعرفوا ازاي اتقتل. وما لبث ان خرج من السجن وبدأ يروج في بداية خروجه لدعوة أنه وزير الإمام المهدي عليه السلام. ده حيدر مشتت اللي هو السيد. نعم. أبو عبد الله القحطاني. هنا خروج من السجن يعني في إيران. هذا الملعون الأفق لما يطلع لأمك لا إله إلا الله ويتكلم عن مقتول. نعم. إن ده وزير الإمام المهدي وإن هيبعث مرة أخرى، وهو ده اللي يشير على الإمام المهدي. نعم. وحواريك بقى بيرد عليا في إيه حضرتك، عشان بنتكلم عن نصوص وحواريك إنه مدلس وكذاب وأفاق. لما بتكلم حضرتك عن الروايات الثلاث عن سيدنا الإمام المهدي سلام الله، اللي هو عن الوجه. نعم. إن في رواية إن هو آدم. نعم. كما ذكر آل البيت، ورواية بشرب وجهه بحمرة، ورواية نور وجهه يعلو سواد شعري. سواد شعري. فيقول لك محمد عيسى ده بيقول كده النصوص وكده. هو في آدم صح وكلام من ده، وفي أبيض مشرب، بس الحل إيه؟ الحل بقى مش اللي قاله محمد عيسى ده، وبينقد وبينقد ان نور وجهه، يقول لك والنور ياثر على البشره. طبعا ده في سمر سود من صلاح وتقوى، والله العظيم تنظر في وجهه كانما شمس ساطعه او قمر. نعم. حضرتك انت بتنكر فضل الله على اولياء الله. فهذا المخبول حضرتك عشان بس يعني طالع يشوش يظهر قبض كويس جدا من نفس الجهه اللي بتمول شويه الصراصير دول للافاقين البراس. نعم. يحل المشكله، يقول لك في اتنين. خلي بالك ان هنا نقل الوزير المهدي، لا اللي بقى المهدي الحسني صبيح الوجه. طب الملعون حضر مشتت ده صبيح الوجه، تبقى اعرض الفيديو بتاعه. نعم. عشان يشوفوا النور المتالق. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين، العبد المسدد والأمين المنتجب، المسمى بالسماء أحمد وفي الأرض محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله في محكم كتابه العزيز: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. إلى أبناء القرآن وعباد الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا شيعة أمير المؤمنين وسيد الوصيين الذين يؤمنون بالحج بن الحسن، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قد انفتح بفضل الله جل جلاله باب السفارة للإمام المهدي عليه السلام، وجعلني سفيرا له، وقال لي: أنت الآن سفيري، ووقع على ذلك بالدم. وبهذا
تسقط جميع النيابات إن صحت، وتبطل جميع المرجعيات إن قبلت، وتنفك جميع الولايات العامة إن وجدت، ويحرم تقليد جميع الفقهاء، وينسد باب الكذب والافتراء، وينفتح باب الصدق والإفتاء، ويميت الله بها البدع، ويحيي بها الله السنن، وينشر بها علوم القرآن، ويدحض بها كيد الشيطان. ولعل سائل يسأل ويقول إن هذه ولعل سائل يسأل ويقول إن هناك مكاتبة نقلها السفير الرابع عن الناحية المقدسة تؤكد على عدم إمكانية اللقاء وحرمة السفارة مطلقة، وهي: ألا من ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتري. وقد احتج بها جمع من الفقهاء المعاصرين، وتبعهم بذلك ثلة من الجاهلين. أقول إن هذه المكاتبة لا يمكن للفقهاء الاحتجاج بها، لأنها ضعيفة السند، وتسمى بالمصطلح بمصطلح علم الرجال والحديث مرسلة، والفقهاء لا يعملون بالمراسيل في باب الفقه والإفتاء، فكيف يعملون بها في باب الإمامة والاعتقاد؟ وكذلك إن هذه المكاتبة متعارضة مع أحاديث مسندة وردت في كتب معتبرة، منها ما نقله الكليني والطوسي والصدوق بأن لا بد صاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد في غيبته من عزلة، وما بثلاثين من وحشة. فيستفاد من ظاهر الحديث بأن للإمام أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في كل زمان أثناء الغيبة الكبرى 30 رجلا، يستأنس بهم عن وحشته ويلتقي بهم في غيبته. بل إن هذه الرواية أو المكاتبة التي تمنع المشاهدة هي متعارضة مع أخبار وردت عن علماء أجلاء وثقات لكافة الفقهاء قد تحقق معهم اللقاء ووقعت المشاهدة للإمام عليه السلام، مثل ابن طاووس والسيد مهدي بحر العلوم وغيرهم من الفقهاء والعلماء الأجلاء. بل ذكر السيد الشهيد محمد الصدر في كتابه الغيبة الكبرى بأن السيد محمد باقر الصدر نقل له عن السيد الخوئي يقول بأن أحد ثقات الخوئي قد التقى بالإمام المهدي في مسجد الكوفة. والتاني المهدي الحسيني اللي هو بقى اللي هيخرج، يعني بقى عندنا 2 مهديين. لا في اسمه 3. لا ده في رواية ب 12 وخبر حضرتك. ايضا بقى لما يدلس على الناس وخبر حضرتك على قصة الروايات المشتبهة ل 12، كأن انا ما اعرفهاش ما درستهاش. انا دارس المزايا، انا اتحداك تتكلم على الهندوسية ولا الجينية، وخبر حضرتك ما يفهمش شيء. ده راح معدي ان سيدنا جعفر ويدعي وقدامه اللاب، نعم، وان هو بيتكلم عن المفضل ابن عمر، وان بكى، وان ازاي 12 رايه، طب الامور هتشتبه علينا، فقال له ان امرنا اوضح من الشمس دي. لا، هو سيدنا جعفر الصادق كان في مكان حضرتك، وكان في قوه، يعني المكان صباحي وقوه، نعم، داخل منها نور الشمس، نعم. فقال له اترى شعاع هذه الشمس ورواية نور هذه الشمس؟ لأمرنا بلام التوكيد أبين من هذا. طبعا نعم. ويقول لك اسم محمد عيسى كده بيسد الباب، ما هو الإمام هيبقى بين الرايات المشتبهة. لا ده انت غبي، ده انت غبي جدا. رسمي. لا طبعا، لأن الإمام وضعه غير الرايات المشتبهة. نعم. إنما يعني عايز يدلس بأن حتة لا بقى الإمام وسطهم عشان الشغل اللي بيتعمل وبيجهز. نعم. اللي يجي بقى إيه الإمام المهدي يبقى في الحرم، والإمام المهدي جاي مع الرايات السود. خير حضرتك، اللي هي قلنا الأحاديث دي وضعت في عهد أبو مسلم الخراساني، ودي اللي بحذر منها حتى الإيرانيين، بحذر منها إخواتنا الشيعة في العراق، بحذر أهل السنة. خلي بالكم في لعبة كبيرة جدا جدا بتتجهز للأمة، ومن وراها الموساد الإسرائيلي والسي آي إيه والإم آي 6 وباحترافية عالية، وبيشغلوا الأوساط القذرة دي كلها اللي انتوا شايفينها في الساحة. نعم.
شوف بقى مقتله. وبعد السقوط وبدأ يروج في بداية خروجه لدعوة أنه وزير الإمام عليه السلام وأنه اليماني الموعود. وبعد السقوط أنشأ صحيفته باسم القائم واستحدث له اسما جديدا إذ سمى نفسه أبو عبد الله الحسين القحطاني، وألف مجموعة من الكتب كان محورها لي عنق الروايات وتحريفها عن مسارها لكي تنطبق عليه. ومن أبرز دعواه أنه يعتقد بالرجعة الروحية وأن الصيحة ليست من السماء وإنما هي صيحة فضائية. إحياء الدجل دي مرة دي بقى يعني بجد. كل آل البيت اتكلموا إن الصيحة هي صيحة سيدنا جبريل. نعم. ده خلاها صيحة بقى اللي بيجهزه هذا اللي هو بصيحة الشيطان يعني. لا واللي بيجهزه هاله اللي بيجهزه ده واحد من دعاتها. نعم. لا تتم عن طريق الأقمار الصناعية. الصرخة الكاذبة بتاعت أبواق يقول لك أبواق السماء. أبواق السماء دي حركة الأرض، دي صفائح تكتونية يا محمد. لا وحتى لو فيها لا ده حقيقة الصفائح التكتونية حركتها حضرتك. ما هو أحيانا ما تعملش زلزال، تعمل زلزال داخلي ما يطفوش على السطح، ده علميا أنا بكلمك. نعم. علميا. وتقدر حضرتك تروح معهد الجيوفيزياء كلية العلوم عندنا في جامعة القاهرة هيقول لك الكلام ده. نعم. فبتسمع صوت، أنت عارف يعني إيه حضرتك حركة صفيحة تكتونية؟ الكرة الأرضية كلها تسمع بس من الاماكن حسب التقاط كل اذن، حسب الفراغات في كل دوله، المساحات الفارغه، فانت تسمع كانما قادمه من السماء. زي ما حضرتك ممكن لو عماره مثلا تلاقي عماره لصيقه بيها، ممكن الناس بتتكلم تحس ان هو جوه بيتك او لفوقك، تحس ان في شيء كان كرسي. نعم. بيتجر، تفتكر عفريته في النهايه تبص تلاقي لفوقك. فدي الحقيقه علشان لعبت برضه الكذب على الناس بحتة أبواق السماء، والحقوا ده من هنا بوق، ده من هنا بوق، كلام ده كلام فارغ. بس لطفا مش ممكن يكونوا هما بيعملوا تيست على الحاجات دي؟ لا صدقني اللي أنا بقوله لك هو الحق، وروح حضرتك لكلية العلوم قابل معالي العميد هيقول لك الكلام اللي أنا بقوله ده حقيقي. هم بيجهزوا صيحة كاذبة تمام، بس إيه علاقة الكلام اللي بيقوله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت عن صيحة سيدنا جبريل؟ نعم. هل صوت الشيطان الرجيم ولا الصيحات المخترعه اللي هيعملوها هتبقى زي صوت سيدنا جبريل؟ لا طبعا. انا بس بوريك حتى مبدئيا عشان الناس تبقى مطمنه ان الله هو الفاعل. ما دام الله هو الفاعل لا كرب ولا كرب، مش هتشتبه الامور عليه. كمل لي بس مقتله سيادتك. وقد تعرض له مجهولون يعتقد انه من اتباع احمد السلمي ابن قاطع فقتلوه في شارع فلسطين. اللي هو احمد الحسن. نعم. فاندثرت حركته لسنين وما لبثت ان عادت حركته، ولكن هذه مره على لسان اصحابه حيث قالوا إنما يرجع القحطاني برجعة روحية، وهذا لا يعني أنه ليس اليماني ووزير الإمام المهدي، بل يبقى على وزارته وعلى يمانيته. خلاص بقى هو اليماني وهو بس عودة روحية. الإمام المهدي وبقى فين هي العودة الروحية؟ ما مش هنشوفه بقى. هو بقى هو لا 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 هو لابس، ما هو لابس حضرتك كده يا جماعة بس نلخص طبعا. طيب. والغريب جدا أن هناك من يصدق هذه الدعوة، وعلى كل حال هي ليست أول قارورة تكسر. حمق المنديل عايز حضرتك تقول لهم من اول بس يعني ايه التقرير ده على التشيع واللي حاصل فيه. قلت لي يا مذهب التشيع بظهور الحركات المنحرفه الضاله المضله التي راهنت على سذاجه وبساطه الناس وانعدام ثقافتهم الدينيه والعقائديه، ودخلت لهم من باب القضيه المهدويه التي تستهوي الكثير بسبب شوقهم لذلك الموعد الذي يملا الارض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فأخذ أصحاب تلك الأفكار المنحرفة بالترويج لأنفسهم من خلال إعطاء أنفسهم عناوين مستخرجة من الروايات والأحاديث الصادرة عن أهل البيت العصمة عليه المعصومين عليهم السلام، فتارة يقول أحدهم بأنه وصي ورسول الإمام المهدي عليه السلام، وأخرى يقول الآخر أنا سفير الإمام، ويأتي آخر يقول أنا وزير الإمام، ويعتمدون على قضية في نشر دعوتهم وهي إنكار الحوزة العملية العلمية زي الأكاديمية زي الأزهر عندنا الكليات. نعم. يعني وإنكار عنوان المرجع الديني، وسبب في ذلك هو عجزهم عن مجاراة علم الأصول الذي أطاح بصمامية فكرهم الأصول الفقه. طبعا شو بس الناس اللي بتقول لي يسوس مش لازمة. لا إزاي الذي أطاح بصمامية فكرهم المنحرف، ومن بين هؤلاء النفر الضال المدعون المدعو عبد الله بن الحسين القحطاني الذي ادعى انه وزير الامام المهدي كذبا وبهتانا وزورا. هو في حاجه بالنسبه للفكر الشيعي حضرتك اسمها الاصول الـ400. نعم. وحضرتك يعني
حتى في قواعد الإسلام نفسه يعني غير أصول الفقه، وتدخل أصول الفقه ضمن زي السنة عندنا. نعم. المهم إن في أصول. آه طبعا. آه يعني مش واحد هيصة. آه مش هيصة يعني. هو ده سوق. نعم. عامل لها سوق يعني. نعم. لا صدقني في ناس بتقدم مثلا السنه عن القران، يقدم قول صحابي عن حديث يا فندم يعني... السنه بالمطلق ظنيه الا ما ثبت تواتر. نعم. فحكى القران يقين قطع الثبوت. نعم. وحكي يعني مساله اللي يعمل ده وهو الولد ده عامل كده وكمان داخل في روايه المشتبه. يا اخي اسمعوا هتجد عبث ما بعده عبث، يعني غير النطق القاطع لغه لا يمسك بكتاب الله بالمطلق. نعم. مش موجود المصحف محذوف، امال ياكل منين؟ الحكمه اللي هو التدليس بالروايات، وزي ما قال التقرير لي عنق الروايات. نعم نعم. ولا نعرف من اين اتى بهذا المنصب ومن نصبه، هل الامام مهدي جعله وزيرا له؟ متى واين وكيف؟ وما هو الدليل على ذلك؟ هل التقى بالامام؟ هل شاهده او راه بام عين؟ لا قال بقى للشيخ علي الكراني العلامه الرجل الفاضل ما فيش. نعم. كلام. لا انا قابلت الامام وجاي برسالة ليك عشان المراجع، وجاي برسالة لعلي خامنئي انه يسيب لي ايران. شوف شوف الهبل، شوف الهبل والهطل يعني. نعم. يعني ده يا معتوه يا اما بيشم حاجات زي الواد البورص بتاع السويس. ما هو الاشكال دي بتاع السويس ده بيقول ان مفيش حاجه اسمها الجفر، وان الشيخ علي الكوراني الف روايات من دماغه وحاجات. ايوه لو سيدنا علي الف من دماغه. نعم. عادي عادي، هو مش كان المهدي ومش المهدي، ده الناس اللي بتقول انا ما اقدرش اطل في وجه مسخ زي ده اصلا. وبعد كده الجهري هو المهدي، لا بعد كده لا مفيش مهدي، حسب مين اللي مقبضه. نعم نعم. يعني هو خد على قفاه شويه تمام، بعد كده حبات شجاعة وشوية دولارات فبتاع وأساط ابتدائية يعني. نعم. يشوف المينا اللي كان شغال فيه. أم جاءه بالأحلام والرؤية فإن ادعى أنه شاهده وجها لوجه فإنه مدعي كذاب المفتري، وهذا ليس كلامي إنما كلام الإمام المهدي. ده بحسب السفير الرابع. من ادعى الرؤية والمشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو مفتر كذاب. لا ده هو يجادل في ده بقى. لا بنص ده ما يعنيش ده. انا ليه تحفظ على النص بس يعني هو مذهب قائم خلاص ماشي. نعم. لكن ليه تحفظ شخصي في 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 الامر ده نفسه في امر السفر، لكن انت على المذهب حضرتك الجعفري لا معترف بده. لا هو زي ازاي عماله تدلس، ازاي عماله تلوي عنق نص انت عندك قطعي. كمل بقى حضرتك. هو بس لان هياخد النص اصل هو يعني برضه الروايه بتقول من ادعى، وهي انا الادعاء ده ممكن يكون ببطلان يعني. ما هو قال لك يبقى كذاب مفتري. انا ما اعتقدش ان في حد هيشوف سيدنا الامام وبعيد اقول انا شفته. ما قال لك يبقى كذاب مفتري. نعم. كمل بقى المفاجاه. فهل وقعت الصيحه وهل خرج السفياني؟ ما هي بالراحه على الناس. هل وقعت الصيحه وهل خرج السفياني؟ ما هي تلك الصيحه التي وقعت والتي صمت اسماعنا عنها؟ ايوه صمت اسماعنا عنها. وصمت اسماعنا عنها. ومن هو ذلك السفياني ومتى خرج واين؟ وماذا فعل الامام له؟ هل بقى ساكتا عنه؟ ماذا فعل به؟ هل قتله الإمام أم لا؟ هذا حسب الفرد الأول. أما حسب الفرد الثاني المشاهدة من خلال الرؤية أو الحلم، فإذا كان الحلم حجة فهو حجة على المحتلم وليس على بقية الناس، لأنه صعب تصديق المحتلم. وما هو الدليل؟ ولا شاف حلم ولا شاف حلم ولا شاف رؤية ولا شاف حاجة. قرشين من الجهاز الماسوني. نعم. وبتاع MI6 واشتغل يا حيدر يا مشتت، ونخليك بقى أبو عبد الله القحطاني. نعم نعم. ومن المهازل المضحكة ومن الأمور التي تكشف عن مدى جهل وغباء وشذوذ هذا المدعي ومن صار خلفه واتبعه، أذكر شيء روج له هذا المدعي القحطاني وكذلك أتباعه في منتدياتهم الموبوءة بالأفكار المنحرفة، أن السفياني هو أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل على يد الاحتلال الأمريكي. وبما أن السفياني يقتل على يد الإمام كما تقول الروايات أن الإمام عليه السلام ينحر السفياني على دكة أو صخرة إيليا، إذا نتحصل على النتيجة التالية وهي على حسب أطروحة القحطاني وأتباعه. السفياني هو مصعب الزرقاوي ويقتل على يد الإمام المهدي، وبما أن أبو مصعب الزرقاوي قتل على يد الاحتلال الأمريكي إذا أمريكا هي الإمام. وهنا نحصل على نتيجة أخرى وهي أن أمريكا هي الإمام حسب النتيجة الأولية التي توصلنا لها من خلال الفكر القحطاني وأتباعه. وما أن هذا الضال يدعي أنه وزير الإمام، إذا النتيجة النهائية هي القحطاني وزير أمريكا، القحطاني عميل أمريكا، القحطاني ألعوبة بيد أمريكا، وكما يعبر الكثير أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، إذا القحطاني وزير الشيطان الأكبر. وهذا هو جوهر وصلب ومعدن دعوته. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله.
فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها. هل أنا ادعيت إن أنا اللي مهدي ولا إن أنا وزير المال؟ وقادة مصر كلهم عارفين المعلومات دي بلقاء علمي قرآني قبل الروايات، أو يروح ينتحر.